وش حكم زيارة المرأة للقبور؟ اسأليهم، اسألي أي إنسان. معنا كم واحد؟ 3800 شباب. شو طلع، اقرأ الكومنتات معي. ما حكم زيارة القبور، المرأة للقبور، للمقبرة؟ شوفي، لا يجوز، حرام، لا يجوز، لا يجوز، عادي، عادي جدا، جائزة، لا ما نعرف. شو اقرأي، أنا أروح، يقولون حرام، لا يجوز، لا يجوز، عادي. شفتي، عندك الآن 6000 مفتي عندك في اللايف. اسمعي، تفضل. احنا تربي زمان قبل 20 سنة كانت تطلع فتاوى لا يجوز الذهاب لزيارة القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. فعندنا تصدرت هذه الفتوى من رجال دين، تصدرت وطبعت الكتب، فالناس المخ ما يريدون يفكرون، فيمسكون والله الشيخ حسونة بن فلتونة أفتى أنه زيارة القبور حرام، فخلص لبست في دماغهم. زين، اسمعي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، اتفقنا؟ ثم قال بعدها: نعم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. يقول لعائشة: ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. هل الرجال اللي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا النساء؟ إني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. مها من نهى، من النساء ولا الرجال؟ نهيتكم اثنين. لا، ومين يدفننا؟ الجن؟ النساء. مين يدفني انا لو متت؟ الجن. دفنوه النبي، نهانا نزور القبور، شيلوه، خلي كلاب تاكلوا. مين يدفننا؟ نهى النساء، صح؟ صح. فقال بعدها: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. اذا رفع النهي، اتفقنا؟ هاي مسألة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لم يقل زائرات القبور، قال زوارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة نهى النساء، ليه؟ كانوا متأثرات في الجاهلية، كانت المرأة في مكة أو المدينة لما تذهب للقبر تشق ثوبها وتحط الرمل على راسها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فلما رسخ الإيمان في قلبهن قال: كنت قد نهيتكم عن زيارات القبور ألا فزوروها فإن تذكرون في الآخرة. فاللي يقولون لا يجوز زيارة المرأة للمقبرة، ليه حافظين فتوى الشيخ فلان؟ حافظين الفتوى، ما يريدون يحركوا دماغهم، خلاص الشيخ فلان أفتى، والله هي قال لا يجوز نزور. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم ألا فزوروها، هي بس الشيخ فلان أنا، ها تعالي فهمي. فلهذا السبب لا زوري، ما عندنا مشكلة، علمتي؟